بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد مجلى الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. بالصلوات اليسرية دي ننصح بقراءتها قبل النوم يوميا، أتجد لها أسرار إن شاء الله، تقرأها يوميا قبل النوم. الصلوات اليسرية تفضل. من كتاب الحكم العطائي عن الشيخ تجدين أحمد بن عضيل السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: مطالع الأنوار القلوب والأسرار. أيوة يا سيدي، شوف بقى الحتة دي مهمة، خد بالك منها. القلب ده هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى من الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى بينظر للأكوان، فجعل في الأكوان أقمار ونجوم وشمس عشان الناس تهتدي في ظلمات البر والبحر كده، وعلامات وبالناس هم يهتدون. طب وأنت في سيرك القلبي إلى الله هتلاقي برضه في نجوم وفي أقمار وفي شموس هداية لقلبك يهديك في سيرك إلى الله. فالمعنى كالحس سواء بسواء، كأنك في الحس تحتاج للأنوار لتهتدي وتكتشف الطريق، وفي باطن قلبك تحتاج للأنوار لتهتدي في سيرك إلى الله من خلال ظلمات نفسك. واضح؟ لأن النفس أصلها ظلمة لأنها من الأكوان، إنما تنورت بنور الله فيها، فأصل الكون أنه ظلمة والنفس من الكون، وأنت بتسلك بنفسك في طرق قلبك للوصول إلى الله وأن إلى ربك المنتهى، فبتسلك بنفسك في طريق قلبك قاصدا مولاك وأن إلى ربك المنتهى. فيستحيل أن تعتقد، والله لطيف بعباده، أن يخلق لك في الحس شموس وأقمار ونجوم تهديك الطريق الحسي، ولا يخلق في قلبك أنوار تهديك الطريق المعنوي. كويس؟ وعشان كده العلماء قال لك إيه؟ قالوا أقمار المعنى هي أقمار التوحيد، وشموس المعنى هي شموس المعارف. وأحيانا تجد تفاوت العبارة، يقول لك إيه؟ قمر المعرفة وشمس التوحيد، أحيانا تتفاوت العبارة كل على حسب ما بيحاول يعبر، لكن أنا أفضل العبارة دي، أن الهداية في الطريق إلى الله تكون بنجوم الهداية وقمر التوحيد وشمس المعرفة. واضح؟ وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يجعل مطالع الأنوار، أي مواضع ظهور الأنوار، مواضع ظهور الأنوار المعنوية. مطالع يعني مواضع، أماكن، أماكن الأنوار المعنوية التي تدلك في طريقك إلى الله، إلى وجهتك ومقصودك الأعظم. محل هذه المطالع القلوب والأسرار. إيه الفرق بين القلب والسر؟ إيه الفرق بين القلب والسر؟ وعشان كده أنا من زمان كنت أسمع أي سورة النحل ويجي بالي النبي على طول، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالنجم هو النبي. كل ما أسمع الآية دي يجي بالي على طول النبي، هو النجم الذي يهتدي به الناس جميعا، وعلامات هم الأنبياء السابقين، فالعلامات هم الأنبياء السابقين وهم نجوم الهداية، والنجم الأعظم هو النبي.
واخد بقى. انا يمكن بقالي يمكن اكتر من 20 سنه ما اسمعش الايه دي الا اقول صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فهمت على طول والنجم اذا هوى ما ضل صاحبه وهوى، ان النجم هنا هو النبي، وان السماء والطارق، الطارق هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو الذي طرق في سماء قلبك بالهدايه. واخد بالك؟ كل دي حاجات الواحد يشعر فيها، لكن هذا لا يمنع المعنى الظاهر. مش بنقول ان هي تحل محل المعنى الظاهر، ليس هي المعنى فقط، بل من معانيها، من معانيها. واضح؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا النبي وقمرا منيرا. والقمر هنا هم باقي الانبياء اولي العزم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، والبروجا باقي الانبياء غير اولي العزم. شفت ازاي؟ القران قايل كده. وفي قراءة تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا، وجعل فيها ايه؟ سرجا مش سراج، سرج. يبقى جماعة، يبقى الأنبياء كلهم مورثة. مورثة الأنبياء مين؟ الأولياء. ما من نبي مات إلا وورث حاله وليه. فالأولياء بعدد الأنبياء. سر لا تجده في أي مكان، هذا مما منحني الله به علم كده من عنده. عايز تعرف عدد الأولياء؟ هم بعدد الأنبياء. مفيش ولي يموت إلا ويترقى واحد مكانه. لأن روحانية الأنبياء لابد أن تكون مستمرة حتى لا تنقطع نجوم الهداية. واضح؟ حتى لا تنقطع نجوم الهداية أبدا. والوارث المحمدي هو شمسهم اللي هو قطب الغول. ده الوارث المحمدي. يليه على طول الوارث الابراهيمي، ثم الوارث الموسوي، ثم العيساوي، ثم النوحي، ثم سائر الانبياء. فما من نبي قبض الا وبقيت روحانيته في ولي، وتتوارث الى ان يرث الله الارض ومن عليه. فعدد الاولياء بعدد الانبياء، والاولياء الظاهرين يبقى عددهم 25. لأن الأنبياء اللي عارفينهم بالاسم كام؟ 25. والأولياء الباطنيين أكثر بكثير، ما نعرفوش. منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقصص. فالولي الخفي أكثر عددا من الولي الظاهر. وعشان كده لازم تحترم الأمة كلها. لأنهم ماشيين جنبك وبيخبطوا فيك في الطريق. تقف تبص تلاقي واقف قدامك أو وراك. تيجي تركب الاوتوبيس تلاقيه بيركب قبلك او بعدك. تيجي بتشتري حاجه في السوق تلاقيه هو بيشتري جنبك. ولي كبير وانت مش عارفه. فساعتها لما تعرف كده تحترم الامه كلها. تبقى الامه كلها على دماغك. تبقى في نظرك كل الامه اولياء الا انت. تقوم تتواضع الى الله. يبقى شايف انت كل الامه اولياء. طب ومين اللي مش ولي في الامه؟ يقول لك ولا تزكوا انفسكم واعلم من اتقوا. يبقى الخلاصه مطالع الانوار القلوب والاسرار، اي اماكن طلوع انوار الهدايه في السلوك الى مولاك هو قلبك. وعشان كده الطريق الى الله بقطع النفوس لا بقطع المفاوز، لانه اقرب اليك منك، أقرب إليك منك. فمش محتاج تبذل مجهود وتسافر. ده ممكن كده وأنت قاعد ساكن توصل لربك، وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب. ده قلب الولي. وترى الجبال تحسبها جامدة يعني ساكنة وهي تمر مر السحاب وصولا إلى مولاه. واضح؟ لأن أصلا مش مسافات، هي زي مش مسافات حسية كم كيلو ومحتاج طيارة ولا قطر ولا
ولا عربية، لا لا، ده كلها إذا طلع نور شمس المعارف أشرقت وضح شاف الطريق، انكشف له كل شيء في لحظة. تحسبه جامد يعني ساكن، وهو مرة مرة السحاب يعني قطع الطريق كله في لمح البصر، واخد بالك؟ بيصف قلب الولي حال جذبه. ايه بقى القلوب وايه الاسرار؟ القلوب هي قلوب السالكين، والاسرار هي احوال للعارفين الواصلين، لان السالك يتقلب والواصل صار سرا، اطمأن واستقر فلا تقلب بل ترقي. فالاسرار هي الروحانية التي لا شائبة لها فيها للنفس، والقلب هو مجموع النفس مع الروحانية، فيتقلب بين نفسه وبين روحه، فيتقلب، فإذا خلص من النفوس صار سرا، يعلم السر وأخفى، وفي أخفى من السر كمان، أخفى من السر حيث أن الله سبحانه وتعالى يرقيه ويخفيه لشدة غيرته عليه حتى لا ينشغل بسواه، يخفيه حتى عن نفسه. في أولياء كده مخفية حتى عن نفسه لشدة غيرة مولاه عنه فأخفاه عن كل الأكوان. عارف أنت بيبقى عندك حاجة غالية أوي تقوم تخفيها حتى عن أقرب الناس ليك، حتى لدرجة تخفيها حتى عن نفسك مخافة أن تمتهن. وعلشان كده في من الأولياء الباطنيين من يكون عند الله، عند الله التعدي عليه أشد من الولي الصالح. فاحذر الأمة، الأمة النبي دي أمة غالية، ما تعبش في مسلم ولا تحتقر مسلم ولا تأذي مسلم ولا تغتاب مسلم. احذر، انت ماشي في وسط كعبة، عارف المسلمين دول كل مسلم كعبة ماشي، كعبة ماشي، حد يقدر يمتهن الكعبة؟ بل المسلم عند الله أشد من الكعبة، ده العاصي، ده العاصي، المسلم العاصي عند الله حرمته أشد من الكعبة، فما بالك بقى المسلم الصالح، فما بالك الولي، فهمت بقى؟ فأنت عايش في وسط الناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ أي على احترام الخلق جميعا والرحمة بها وحسن الظن بها، وكان ربك بصيرا، بصره بالعباد جميعا، يرقي من شاء ويخذل من شاء ويعرف من شاء ويترك من شاء في غفلته، لأنه بصير بالعباد سبحانه وتعالى، يعطي كل عبد ما يصلحه. يبقى مطالع الأنوار أي أنوار الهداية القلوب والأسرار، وكفاية كده، عشان احنا لو فتحنا تاني يمكن ايه نطول شوية، فكفاية كده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وأن يشرح صدورنا. ومنور القلوب هو النبي، ومنور النبي هو الله، فلا بد من الواسط، لا بد من الواسط. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره هو النبي، وفي غلاف وفي قلب. الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد المصباح في زجاجة، المصباح اللي هو القلب في زجاجة اللي هو السطر، يوقد من شجرة مباركة، شجرة النبوة التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم، تستمد من الله، فلا من الشرق ولا من الغرب، بل مددها من الله، يصير بمددها من الله كأنها تضيء بذاتها. من ايه؟ من توالي الامداد. كل ده واضح في القران، طول النهار قاعدين نقرا كفايه كده.